شدد الرئيس السيسي في افتتاحه للشق الرئاسي من قمة المناخ على أن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات. وأشار السيد الرئيس إلى الحرص على أن تكون قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية كوكبنا. إن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات. إن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل. تتوقع منا شعوبنا خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة. من هذا المنطلق فلقد حرصنا على تسمية هذه القمة قمة التنفيذ، وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا.